الناس كيتكلموا على المعدات راقية. عندنا في المغرب مختبرات كلهم في معدات راقية، مختبر الدار البيضاء، المختبر الرسمي في الدار البيضاء عنده كل المعدات الراقية التي يمكن أن يعني أن تحلل المبيدات ويعني كل ما يوجد في المواد الغذائية. ما عندناش احنا مشكل في المختبرات ولا في يعني حتى في الأشخاص الذين يقومون بهذه الأشياء هذه. مشكل عندنا في التقنين، أن مشكل المبيدات في المغرب مشكل قانون، مشكل تقنين. نحن نتبع القياسات الدولية، مثلا القياسات الأوروبية، نقتدي بالقياسات الأوروبية في انتظار صدور قياساتنا، نحن ما عندناش قياسات. هذا هو المشكل. يعني ما هي يعني التراكز المسموح بها ما عندناش، ما هي اللائحة السلبية، ما هما المبيدات الممنوعين ما عندناش. عندنا أكثر من 4000 مبيد الآن، أكثر نقول أكثر من 4000 مبيد اللي منشورة في هذا موقع المكتب السلامة الصحية، هم اللوائح منشورين كلهم بالتدقيق، والمزروعات التي تستعمل فيهم، هل تفاح، هل عناب، هل قمح، يعني هل نعناع، هل هالشيء أشياء هذا. فالشاي لا يزرع في المغرب ولا ينتج في المغرب. لازم يكون باش نكونوا واضحين الأمور، ناخذها كما يجب أن تأخذ. فالصانع، فالمغاربة هذو الذين يجلبون الشاي فهم مستوردون فقط. وأن الشاي يصنع في الصين، لأن كان كيجي معلب، واحد الوقت كان كيجي معلب يعني في العلب التي تعطى للمستهلك. لكن علي مع اليد العاملة خص هاد الناس يخدموا الناس شوية في المغرب إلى آخره، فبداو كيجيبوه يعني إن بالك فراك، بداو كيجيبوه يعني في أكياس كبيرة ثم يعلب في المغرب، يعلب فقط. هاد العبارات اللي كيعطيو الناس 250 غرام ولا 125 غرام ولا نص كيلو لحاجة، هو يعلب في المغرب. أما صناعة الشاي فتتم في الصين وفي الهند، في الدول التي يعني يستورد منها المغرب هذا الشاي. هذه الأنواع من الشاي هي أنواع تجارية وليست أصناف زراعية. نحن لدينا أصناف زراعية، الشاي عنده يعني أصناف الآن تفوت ال 400 صنف ولا أكثر، ولكن هناك يعني ماركات تجارية. هذه الماركة التجارية لا علاقة لها بنوع الشاي، يعني بصنف الشاي من ناحية الزراعية، يعني هذا الفاريتي. يعني هاد الناس يعني هاد الأشياء هذه التي تتم، نحن كخبراء يعني بغض النظر عن الصانع أو المستورد كيف ما كان الحال، فنحن لا ننظر إلا للمادة. فهذه المواد إذا كانت الصين تبيع للعالم، الناس يتبعوا شوية، المغرب ما كاين حتى الشاي، المغرب يستورد شاي ويستورده كما هو، حبوب أو شعيرات أو على حسب الكورلين، تسميه الكورلين، لأنه هو كي 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 كيتطحن في الأول ثم عاد كيتبرم، عاد كيتقاد، واش حبوب، واش حاجة، واش صاشيات مثل هذوك الشاي اللي كيعملوه مباشرة يعني في الماء ولا أشياء. علي عموما هذه كل أنواع الشاي تكون 100 ولا 200 ولا تكون 5 ولا 10 ولا 15، فهذه مستوردة، ومستوردة من دولتين. نحن نستورد من الصين أكثر من الهند، هل هو شاي أخضر أو شاي أسود، هذه معروفة، يعني أن المغرب كيستهلك الشاي الأخضر، هذه معروفة هذه المسألة. هذه تبقى مسألة جودة، مسألة أتمان هذا الجالب، يعني هذا المستورد من أي شركة يشتري من الصين على حسب الربح، على حسب تما، هذه مسألة ما كندخلوش فيها. إحنا ربما الجالب يعني يختار واحد الجودة اللي هي تمن ديالها ضعيف للربح، من أجل الربح باش يربح كتير، وتكون هذه الجودة الضعيفة في الصين طبعا من الأشياء التي عولجت بالمبيدات وفيها تراكز كبيرة. ممكن نحن عليين أشياء كلها واردة لدينا، نحن كخبراء أشياء كلها واردة، يعني مسائل اللي عندنا المختبر هو اللي عنده الكلمة الأولى والآخرة. نحن لا نكذب يعني تحليل المختبر، لأن احنا علينا مسائل علمية ما لا يمكن تناقضه مع بعضياتنا. المسألة عملت في المختبر، وأن هذا الذي أجراها الذي هو معداته مختبر معترف يوم إلى ذلك، نحن لا ننفي ولا نطعن في نتائج المختبر، باش نكونوا واضحين، نتائج المختبر لا نطعن فيها. المسألة الآن كيف نتعامل مع المشكل، ويجب هنا على هذا حماية المستهلك، يجب أن تكون في وسط هذا الشيء كله. يعني المستهلك له حقوقه يجب أن تضمن، يعني المستهلك كيشري في المال ديالو، لازم الدولة تضمن ليه واحد الجولة الذي هو يريدها، تضمن أولا سلامة المادة، السلامة الصحية للمادة، سلامتها من المعادن الثقيلة، من السموم، الميكوتوكسينات، من المبيدات، من المواد البلاستيكية، من الأشياء كلها، يجب أن تكون سليمة 100%. إذا كان ممكن، إذا ما كانش على الأقل نكتفي ب 80 أو 90%.
فالمشكلة أن الشاي ليست مادة مغربية، مادة مستوردة، ثم أن هذو المستوردين المغاربة هم مستوردين بنفس مستوى المستوردين الجزائريين ولا التوانسة ولا المصريين ولا السعوديين ولا الفرنسيين ولا الإيطاليين ولا كل الدول تستورد شاي. يعني تقريبا هو يعني إنتاج الشاي هو مركز في الصين والسايلان الهند، يعني هذه المنطقة هذه هي اللي يعني تايوان كذلك، هذه المنطقة هذه كلها هي اللي مركز فيها تقريبا إنتاج الشاي، فكل الدول تستورد من 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 الصين. فإذا كانت الصين عندها قوانين فضفاضة، قوانين واسعة فيما يخص القياسات الدولية بأنها تسمح بتراكز كبيرة، فيجب على المستوردين كلهم ماشي غير المغاربة أن يضيقوا، الاتحاد الأوروبي والأمريكا وكندا بدأوا يضيقوا على الصين فيما يخص هذه التراكيز، رغم أن الجمعية في فرنسا التي قامت يعني بالتحليل وهي اللي نشرت أول الخبر في 17 نوفمبر هذا الماضي، هذه جمعية 60 مليون مستهلك، هي التي قامت بتحليل تحاليل مخبرية وهي التي نشرت الخبر، وهذا شيء جيد علي أن تكون جمعية في فرنسا ولا تكون في إسبانيا وفي المغرب، هذا شيء جيد بالنسبة للمستهلك، أن في الأخير المستهلك يعني إذا كان أي جمعية اللي غادت يعني تتكلم لي على حقوقه تكون في المكان، يعني بالنسبة لنا إحنا هذه شيء إيجابي، بالعكس إحنا هذه الأشياء هذه نتعامل معها بإيجابية، هذه التحاليل اللي دارت وهذا الخبر اللي تنشر جيد، على الأقل بعدا غادي يطرح المشكل، ملي كيتطرح المشكل راه كيكونوا حلول، ما كاينش يبقاو الناس يضخموا في الامر ولا شي حاجه، المشكل تطرح في المغرب، يعني المشكل تطرح الان عليين راه كاين المكتب السلامه الصحيه مكلف، راه كاين واحد اللجنه راه مشات للصين وكاين الناس راهم عارف يعني كيتكلموا في هذا الامر هذا على اساس باش يضمنوا المستهلك في القريب العاجل يعني سلامه هذه المواد فقط، هذه هي اللي الناس كيبقاو متخوفين وكذا الى اخره، راه لا يمكن كيف ما كان الحر لا يمكن غادي يعني جهاز رسمي غادي يسمح مثلا المواطنين باش يتضرر، لا يمكن، وهذا من جهه، من جهه اخرى ان حمايه المستهلك هو الهدف الاول، هو هذا هو ضمان هذه الجوده المنتوجات وضمان سلامه المواد، هي الهدف الاول من شانه انشئت يعني هاد جمعيات حمايه المستهلك، الا ان المشكل الان جمعيه حمايه المستهلك ليس لديها قوه حتى قانونيه، ما عندهاش يعني ليس لديها حتى القوه القانونيه لتقاضي هذا سميتو، علاش؟ لان النفع العام والتقاضي مزولينو لهم في يعني في السطاتي هذه، ما القانون المغربي ما كيسمحش للجمعيات باش يقاضي ولا باش حتى ذات النفع ما كاينينش في حمايه المستهلك النفع العام، وهذه المساله هذه هي عرقله في طريق الحركة ديال حماية المستهلك، الحركة الاستهلاكية في المغرب كعموم، لأنه كجمعيات كثيرة يعني في المغرب يعني تفوق المئة الآن، علاش؟ لأنها مشلولة، لأن المشكل قانوني يعني مشكل تقنين وليس مشكلة، ثم أن المختبرات هذه الجمعيات يعني لما تأخذ عينات ترسلها لمختبر يجب أن ترسلها إلى مختبر مستقل، مثلا في أوروبا، في المغرب ما عندناش مختبر مستقل، وهذا هو المشكل اللي كاين، وما كاينش غير في المغرب، راه في كل الدول العربية، يعني راه الدول المغاربية والدول العربية كلهم نفس المشكل، باش نكونوا واضحين، نفس المشكل، يعني ملي كتكون مادة مستوردة ديما القوة اللي كاينة عند الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي والدول الأمريكية عندهم قوة المختبر، قوة المراقبة، ثم عندهم قانونهم الخاص، يقول لك ما احنا في أمريكا لا نسمح مثلا بالأندوسيلفان، ولا نسمح مثلا بلاسيتاميبريد، ولا نسمح مثلا بالغليفوزات، طبعا لا يسمح بها لا يسمح بها، ثم قانون الروسي مثلا تتوصل له مادة يقول لك انا لا ما كنسمحش بقدر اقل من 0.005 بي بي ام مثلا من انيدريد الكبريت في المنتوجات، فمن المستحيل على الصانع المغربي ولا على المصدر المغربي يوصل لهذاك المستوى، بعض المرات السلعة كترمى كترجع يعني كاين سلع الاتحاد السوفيتي رماها في البحر، وهذه المسألة هذه فعلياً هي مسألة كما قلت هي مسألة إيجابية، نحن هذه المسائل هذه نتعامل معها بطريقتنا، نحن لا نمشي مع خبر ولا مع أي شيء، هذه المسألة هذه مسألة استهلاكية في المغرب، هي لا تخص المبيدات فقط، والمبيدات ليس في الشاي فقط كما تكلمنا، يعني هذا الرئيس رئيس الجامعة تكلم على النعناع ويعني والشاي، وتكلمنا على النعناع والشاي هذه أكثر من 10 سنوات الآن، علاش يقول نحن بأن هذا شيء جيد بالنسبة للمستهلك أن ينشر الخبر بهذه الطريقة وتطرح المشكل، يطرح دابا المشكل مطروح، ما الناس ما كيلاش يبقاو شنو نعملوا ولا شنو نعملوا، كيف ما كان الحال المسألة ملي كتطرح كما قلت غادي يكونوا لها حلول، لا يمكن غادي نتغاضوا عليها، وهذا شيء جيد، فإذا كان مكتب السلامة الصحية يضمن جودة هذه المنتوجات في المستقبل جيد، صافي الأمر انتهى، ما كيلاش نبقاو يعني نعاودوا المسألة هذه،
ثم ان هذه الجامعه احنا يعني مشيناش حتى خدنا عينات. علاش ما ناخذوش عينات؟ لاننا عارفين مستوى المبيدات في جميع المواد الغذائيه وليس في الشاي والنعناع فقطينا في كل المسائل، وما لا في الطماطم ولا في البطاطس ولا في التفاح ولا في العنب في الموز في البرتقال في المزروعات الاخرى مثل الخضار، يعني هذا الباذنجان والخيار والمسائل هذه كلها اشياء علي ان حتى الذره الان اللي كيزرعوها الفلاح البقر هذه تستعمل فيها مبيدات خطيره جدا. طبعا هذه لانها تستعمل للبقر، نعم تستعمل للبقر، ولكن المبيد غادي يمشي للحليب وغيمشي للحم يعني ما عليه. فهذه الامور كلها نحن كيف ما قلنا لا نتغاضى عن هذه الاشياء. نحن يعني الناس ملي ما نشرناش بلاغ وما قلناش للمستهلك شي حاجه ما كاينش، يبقاو الناس يعني يتلخبطوا يعني فسميتو يعني كل الناس اللي قدموا خدمه للمستهلك نشكرهم، كل شي الناس اللي فكروا انهم يعملوا تحاليل ولا انهم يكتبوا ولا انهم يدخلوا ولا انهم يعني يطرحوا المشكل فهادو مشكورين. هذه كلهم كيف ما كانوا يعني لا الصحافه ولا رجال القانون ولا الاعلام ولا سميتو جيد، ولكن خص كما قلت استعمال المسائل في محلها. ملي يكون مساله علميه مدققه خص الخبراء هما اللي كيدخلوا، لا يمكن لشخص ان يتعامل مع شيء مدقق يعني وعالي. فهاد المساله هذه يعني الان المغاربه كلهم كيتسائلوا واش نشربوا واش ما نشربوش. فعليا كيف ما كان الحال لا يمكن المسؤوليه الان على الوزاره، الوزاره دلات بالبلاغ ديالها ويعني وخبرات المواطن. فانا لا اظن كيف ما كان الحال، انا لا اظن ان الجهاز الرسمي للوزاره ديال وزاره الفلاحه غادي يمكن يتغاضى او يمكن يتعنت مع المستهلك. انا لا اظن كيف ما كان الحال، فالناس تكلموا اللي ما كانش واضح هو كان خص واحد المواطن او المستهلك عموما كان خصهم يوضحوا ليه المساله بطريقه جيده. الان عندنا هذا المشاكل اللي عندنا في المزروعات هو تقنين المبيدات، يعني مراقبه المبيدات في منتوجاتنا الوطنيه بعدا المحليه. هذا اقوى من المسائل المستورده. راه لا نقدر على شيء، راه ماشي حنا ماشي المغاربه هما اللي رشوا المبيدات، هذه مسائل مصنوعه في الصين مستورده، ولا يمكن هذا الجالب المغربي او المستورد المغربي يختار شاي فيه مبيدات ليستورده. ربما الثمن يكون يعني متدنيا عام، ربما هذا الجالب لان كاين ثغره القانون، ليس هناك قانون، ربما تستغل. احنا كل شيء كما قلت عندنا وارد، يعني كخبراء اولا ثم كحمايه المستهلك طبعا، يعني كهذه منظمة غير حكومية عندنا يعني هذا الهاجس هذا. فمن أين نبدأ؟ الآن غادي تبدأ منشورات كثيرة، البلاستيك في المياه، عندنا النيترات هنا، عندنا السلفات هنا، مواد مسرطنة هنا، مادة خطيرة هنا، إلى آخره. فهنا يجب أن ترجع الكلمة للخبراء، يجب أن ترجع الكلمة لحماية المستهلك للجامعة المغربية كيف ما كان الحال. الجامعة المغربية لما يكون خطر فهي دائما تصدر بلاغ. بما اننا لم نصدر اي بلاغ ولم نصدر اي شيء، فلان المساله كيف ما كان الحال يعني لا تستحق كل هاد المساله هذه. طيب باش الناس ما يتخلعوش. نفس الشيء في كندا ونفس الشيء في فرنسا في الدول الاوروبيه في بريطانيا ونفس الشيء في الولايات المتحده، نفس الشيء بالنسبه للمبيدات. جمعيات حمايه المستهلك في هذه الدول هو نفس المشكل، ديما كيلقاو واحد التركيز مرتفع. الان تاهما راه مازالين كاين، ولكن الحمد لله احنا عليه بعد ما ولينا احنا في المغرب وصلنا لهذا الحد اننا نطرحوا القضيه ديال المبيدات، وان هذا شيء جيد، بالعكس هذا شيء ايجابي يعني شيء يعجب ان شاء الله. فنكتفي ان شاء الله بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.